انا امراه متزوجه عندي زوج وليدات وبنيه، هاني نخدم عليهم وساعه بيهم ساعه قاعد ساعه خدام قعد قاعد حتى الخبز هي حتى دري ما لقوا باش يعيشوا. وليت قلت له شوف لي روح حتى للحظه الهواء الطلق في باب السور نروح نعاونك حتى كاش ما ينوب علينا ربي بقسم. علاش اخترت المهنة ذي؟ راني ما ظروف العبد مادية، الراجل قاعد راني ما لقيت، مشيت هنا حدا الهواء الطلق، جيت حدا الهواء الطلق باش نجيت نخدم الحاجب باش نعاون ولادي وراجلي. نعجن كنت تي 100 كعبة نعجنها في الليل، وزيد نعجن مع العمال تاع الدار وكل شيء، وزدنا ندير لها الحشو تاعها مع الحشو تاعها. قلت لك المهم كنت تي 100 كعبة، ساعة نبيعها ساعة نبيع نصها وساعة نرجعها. عندي برشا خدم غير ما لقيت وين نخدم، برك غير ما لقيت وين نخدم ما لقيت وين، حتى الدار مانيش يعني ساكنه في دار كيكة وسكن دافعين، ونطلب من السلطات تعاوني على سكنه وعلى زي كشك زي كان حل فيه. الشيء اللي نبيع فيه هنا نص نروح به في الطاكسيات ونص نديه لوليداتي باش نفصل لهم به، يعني يكون ما جاش قالهاش القرايه وراجلي قاعد ما نوقفش في البلاصه هذه. ربي يعاون كل واحده ونتوجه كل واحده، ربي يعاونها ربي يعطيها القسم ان شاء الله.